هذا وقت علي اتصل الساعة واحدة من الليل. يا ربي من يدق هالوقت؟ خلنا اقوم اشوف من على هالبواب الحز. يا والله الناس ما عنده احساس والله. يعني هذا حزت جي الحز الساعة واحدة وقت النوم. علي يرحم الرحيم. يا لا 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 يا لا لا لي فكوني يا من بخل. يا زين 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 بعد احمد ربك افتح لك الباب الحز نشوف منه. النوم ذبحني هذا حزت. يا لا 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 شفيك شفيك انت حرنكاش تادي كم من الساعة الحين انت الله يديك. اي عادي شلو وراك انت شلو تادي كم من الساعة الحين؟ واحد وثلث. واحد وثلث هذا حزت جي نايم. انا شفيك عادي زين عادي انا خويك وعادي اشوف بس حرنكاش الله يهديك. عاد ان شاء الله ازعاج الحز. ها راح ادخل ادخل جيب الشاي والقهوه. لا وحطك كنوفه بعد. الله انك مسهل يا ابو خلي. جيب شاي قهوه بسرعه بسرعه حرمتك تبي شاي قهوه بسرعه بسرعه بسرعه. يا اخي ما بذا وقت تجي الحز. يا اخي بيني وبينك انا ما وعد تجيني. وحتى لو بيني وبينك ما وعد يا اخي لا تجي هالوقت نص الليل. حين واحد ونص ما بذا وقت يا اخي. خل عندك احساس عاد. ايش ذا؟ قم 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 جيب شاي وقهوه. قم قم قاعد امرتك جيب شاي وقهوه. قم 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 اي شاي وقهوه يا حرنك. ايش هالحز يا اخي؟ قلت لك ما بذا وقت تجي نص الليل. والله غرقان في عز نومي وخرف نومي. ايش تبي انت الحز جوا؟ ايش تبي؟ اجل بس اخوه بس تصوير وما ايش تقول؟ ابوها اخوه اللي زي كذا اخوتك ما بيها ما بيها. فكني بس قام ومش بيتكم قام. والشاي والقهوه؟ ما عندنا قهوة الحازة. تبي شاي قهوة تعال بكرة في النهار. قام ما قهويك خلاص يجي بكرة الصبح جيتك. راح ترك طلعتي من طوري راح.